أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم حول سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين، وبعض الناس فهم هذا السؤال فهما خاطئا، وبعضهم حاول به ضرب دعوة الحق، وهو لماذا نكثر من التحذير من الشرك بالله تعالى؟ ليه الدعاة إلى الله تعالى طوالي بيتكلموا في شنو؟ الشرك، التوحيد، الشرك، التوحيد. هل معنى الكلام ده إنه الناس اللي بيسمعوا دي المشركين مشركون؟ هل ده المقصود؟ هل المقصود بالكلام والملخص من الكلام في الشرك بالله سبحانه وتعالى تكفير المسلمين؟ وهل الدعاة إلى الله تعالى ما دارين الناس يرغبوا في الدين، ولا دارين نفروا الناس، ولا المقصود ليه السبب اللي بيخلي الدعاة إلى الله تعالى طوال يتكلموا الشرك توحيد شرك توحيد؟ في أسباب كثيرة، لكن بالتحديد التحذير من الشرك بالله تعالى في أسباب كثيرة جدا، وبعضها ذكر في كتاب الله، وبعضها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها واقع ومشاهد. والكلام ده ما يعنى به تكفير المسلمين، بل يحرص الدعاة إلى الله تعالى بحق وصدق على نجاة المسلمين. زول داير النجاة للناس يكفرهم؟ ما بكفرهم، لكن داير يشخص المرض أول شيء، بعد ذاك يشرع في العلاج، والشفاء من الله تعالى في النهاية. وإذا مرضت فهو شنو؟ فهو يشفين. في نوع أنت بتبين له تقول له يا أخي الصح كذي والغلط كذي، يقول لك لا بس أنا قمت كذي، ويقول لك أنا أشيل فيه ده أصله ما بخليه. تقول لي يا أخي البخاري في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له في كتاب الله قال الله تعالى، يقول لك لا 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 أنا قمت كذي بس. ده في النهاية ما بيصلي نتيجة تقوده إلى النجاة، وإنما هذا كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وشوف أي زول فيه خير ده الله بيهديه، الزول الجوه في قلبه ده فيه خير. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأسمعهم. وقال عن بعض الناس أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. في ناس الله في الدنيا دي ما لا يطهر قلوبهم، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ظلم، لأنه قال إنما المشركون نجس. المشرك ده المؤمن بيجي من الزراعة مغبر وطين ووك، وفي النهاية عند الله نظيف. إن ضل المؤمن ده زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لأبي هريرة، قال إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، قال له سبحان الله المؤمن لا ينجس. أبو هريرة كان جنوب، وبعدين يتأخر من النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يجيب طريق وقام مشى بطريق ثاني ويتأخر، لما اغتسل وجاء كان جنوب أصبح جنوبا، فقال له تأخرت عني أو علي يا أبا هريرة أو كلمة النحو. قال له يا رسول الله كنت نجسا. هو مفروض يقول له كنت شنو؟ جنوبا، لكن رضي الله عنه هو متواضع. بعدين ماذا رجل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الميم قال له كنت نجسا. قال سبحان الله المؤمن لا ينجس. انت ما بتنجس، قال له، والمؤمن ما بينجس، المؤمن دما طاهر، قد تصيبك جنابة تغتسل لكن ما نجس، انت ما نجس. ولو زول جنب ومات عند الله ما نجس، عند الله ما نجس، لكن ده في البدن جنب بس دار غسل. لكن المهم في بعض الناس قلوبهم دي تعبة، عشان كده الله قال عن النار كلا لينبذن في الحطمة،
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على شنو؟ على الأفئدة. ليه الله ما قال تطلع على الكبد ولا على الرئة ولا قال على الأفئدة؟ الأفئدة دي ما محل المرض ذاته، محل الشرك والظلم. قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب ده في ذاته الخير وفي الشر. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن نرجع مرة ثانية بنتكلم عن الشرك لأسباب. السبب الأول لأن الشرك بالله تعالى هو أعظم ذنب عصي الله به. قال لك أعظم ذنب شنو؟ للربا، للكتل، للسرقة. لا لو زول كتل 10 انفار ظلمن وده بودي النار، وزول جنبه ما كتل ولا نفر وطيب مع الناس وكريم لكن معلق له حجاب بيعتقد فيه النفع والضر، يقول لك ده من السكين ومن العقرب. شفت أب حجاب ده أقعب عند الله من الكتل 10 دي. الشرك ده ما خطر يا ناس؟ شكي النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قالوا لي أعظم ذنب شنو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله خلقك كيف تجعل له الند؟ ده أعظم ذنب. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. دي أعظم الذنوب. وفي البخاري ومسلم عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قيل بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن؟ قال الشرك، الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي عند الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعظم ذنب في الدنيا أن تشرك بالله، مسألة خطيرة جدا. عشان كده رب العزة والجلال قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قالوا الآية دي من سورة النساء اسمها آية الحقوق العشرة، فيها 10 حقوق. التاسمة عليك حقوق، ولك حق الجيران وحق الأرحام وحق الوالدين وحق وحق وحق. أعظم حق بدأ به الله سبحانه وتعالى اللي هو حق الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وآخر حق، آخر حق ده هو أقل حق في الحقوق العشرة وما ملكت أيمانكم، ملكة اليمين. عشان كذي حق الله سبحانه وتعالى العبادة. لما نزول يشرك بالله شال الحق ده وادله غير الله. عشان كذي ده بسموه في الشريعة ظالم. قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. ليه؟ إن الشرك لظلم عظيم.
الشرك ده ظلم، وظلم عظيم. ليه ظلم عظيم؟ لأنه اللي ليت الطفل لو شلت حقه أنت قلبك وضميرك بأنبك، فكيف بحق الله سبحانه وتعالى؟ والليلة الشرك شغال يا ناس. عشان كده أول شيء إنه أعظم ذنب هو الشرك بالله تعالى، عشان كده طوالي بنتكلم فيه. السبب الثاني اللي بيخلي الدعاة إلى الله تعالى يتكلموا في الشرك أن الشرك لا يغفره الله. شوف الله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور ومن أسمائه الغفار، وقال عن نفسه غافر الذنب، وقال نبئ عبادي، نبئ يعني أخبر وري الناس، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، جاوزوا الحد في المعاصي والذنوب والأوامر، ضيعوا إلى آخره، تجاوزوا الحد، قل يا عبادي الذين أسرفوا في الأوامر خالفوها والنواهي ارتكبوها، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأس من رحمة الله تعالى. عشان كده يوم القيامة لما الناس تقوم بين يدي الله، الزاني ما بيأس من رحمة الله، والشرب الخمر ما بيأس من رحمة الله، والكتل ما بيأس من رحمة الله تعالى. وفي الدنيا أنت مأمور إنك ما تيأس. رجل كتل 99 نفس نفسا في صحيح مسلم، والرجل ده من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الرجل ده في النهاية جاء لواحد قال له أنا قتلت 99 نفسا، 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به 100. زول كتل 100 رقبة، مشى لواحد تاني قال له إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ داق عالم قبل سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، زول عابد ساي. بعدين لما ما أنا الراهب اداه فتوى ساي، ما في ناس عباد بيعبد لكن ما عنده علم، مشى لعالم دلوا على عالم تاني مشى له قال له إني قتلت 100 نفس، قال أنا قتلت لي 99 رقبة، وصي في واحد اداني فتوى ما عجبتني كذي تميت بالمية، قال نشوف فتوتك انت، قال شايل سيفه، قال نشوف فتوتك كيف، فهل يقبل الله توبتي؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، بينك وبين التوبة، قال لي توب، لكن قال لا أنا أديك نصيحة، انت بعد تتوب الله بيقبلك، لكن أديك نصيحة، بلدك دي ما بلد خير، دي بلد شر، لأنه بلد كتل فيها 99 رقبة، ما في زول قال لا اتق الله، ديل فيهم خير؟ قال لا أخوي بلدك دي ما كويسة، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. مشى في نص الطريق أدركته المنية فمات، مات قبل ما يصل لشنو؟ ليديلك المتعلمين وبيعبدوك. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة، قالت ملائكة العذاب ما عمل خيرا قط، تذلت 100 رقبة وما عمل له خير، نشيله نحن. وقالت ملائكة الرحمة أتى تائبا مقبلا بوجهه إلى الله تعالى، نشيله نحن، جاء تائب. فأرسل الله إليهم ملكا، تخيل ملك نزل عشان زول، وملائكة اختصموا في زول، وما كذا بس، الأرض ذاتها الله غيرها للزول. لا، الزول لا عمل شنو يا ناس، بنى مساجد، فعل شنو، الزول ده كتل 100 رقبة لكن تاب، ده كله عشان تحسن ظنك بالله تعالى. قال فقال الملك، وجاء في صورة بشر، قال قيس، جعلوه حكما بينهم، قال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيته ما وجدتموه أقرب فهو له، قال لقيته أقرب لبلد الخير ده يشيلوا ملائكة الرحمة، كان أقرب لبلد الشر يشيلوا ملائكة شنو؟ العذاب. فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وفي لفظ أن تقاربي، وإلى هذه أن تباعدي، فأخذته ملائكة شنو؟
الرحمة. في رواية فكان أقرب إلى أرض الخير بشبر، وفي رواية فسقط ونأى بوجهه بصدره إلى أرض الخير. لما جاء يموت أثناء ما بيقبض روحه بدل يقع عليه ورا وقع شنو؟ وقع على أرض الخير. ده كله الله أراد به رحمة. عشان كده يوم القيامة ديل ناس الذنوب ديل عندنا ذنوب ومعاصي وسيئات وآثام وضعفة، لكن الرحمات لما تنزل الزول بيكون منتظر الله يرحمه، إلا ناس معينين ديل ما بيرحمون. رحمة واسعة لكن ديل ما بيرحمون، وغفور لكن ديل ما بيغفر لهم. منو ديل؟ اللي بيشركوا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الزول اللي بيشرب خمرة ده تقول له توب، يقول لك الله يهدينا. شوف إما يقول لك الله يهدينا معناه ضلاله قريب، ما عارف نفسه غلطان يقول لك الله يهدينا. لكن العقيدته في غير الله ده تلقى الله اداه طفل، اداه ولد يعلق فيه كمون، تقول له ده شنو هذول؟ يقول لك من العين. عقيدته مش الله اللي بيحمله ولده من العين، لانه والله لو عقيدته انه الله اللي بيحمله ولده من العين كان خلاه ساي، لكن عقيدته انه دي بتصد العين، عقيدته في دي، وده شرك. خبر ده لما انت تقول له ده شرك يقول لك شرك، هاي امشي يا زول، يقول لك انهرك. تقول له يا حاج ما تنادي غير الله، الشيء ده كفر بالله تعالى، يقول لك امشي يا وهابي، امشي وهابي بدقني، انتوا جيتونا من وين ذاته؟ يقول يعني ده ما بتوب، لانه قال نفسه شنو؟ عليه خير. عشان كده ضلاله بعيد بعيد، وقع في الشرك، الشرك ذاته بعيد جدا. السبب الثالث انا بكتفي باربع اسباب، لانه اسباب كثيره والزمن طال والناس طولنا عليها. السبب الثالث من أسباب من الأسباب التي بها يكثر الدعاة إلى الله تعالى من التحذير من الشرك بالله تعالى، أن الشرك يحرم على صاحبه دخول الجنة. الزول المشرك يا ناس الله حرم على الجنة، الجنة بخشها حرام. والحرمة الشيء الحرام في اللغة من المنع، هسي مش بيقول لك ده حرم البيت، يعني بعد ممنوع تخش ساي، ده ما الحرم. الله سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرام يخش الجنة ومأواه وين؟ النار. عشان كده من الدنيا بموت على سوء خاتم المشرك، في لحظات الموت بنادي الزول اللي كان بيعتقد فيه من غير ما يشعر، بيلقى نفسه بيشرك بالله تعالى، والملائكة بتضرب في الموت. حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، وينون اللي بتنادون؟ قالوا ضلوا عنا، ما عارف إنهم مشوين، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شرك بالله. شكا رب العزة والجلال قال في سورة الشعراء فكبكبوا فيها، في النار يعني، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، قاعدين الشكل في النار جوا، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. يا كنا في ضلال مبين، قصيد كنا وين؟ في الدنيا. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والسبب، وده السبب الرابع البجي له إن شاء الله، وما أضلنا إلا المجرمون. عشان كده الشرك ده بحرم على الزول الجنة وبدخله النار. السبب الرابع والأخير ليه بندعو إلى ترك الشرك وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه في دعاة للشرك زي ما في دعاة للتوحيد، وهم الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، كما قال تعالى
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة، أيوة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا شنو؟ الطاغوت، الطاغوت من الطغيان إلى آخره. زي ما في دعاة للتوحيد في دعاة للطواغيت وفي دعاة للشرك بالله تعالى. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت، انتبه لي دي كويس، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. وقال في الآية بعد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما يكفي تقول أنا مؤمن بالله، ما بيكفي. يقول لك أنت مؤمن بالله، أي أيوة أها، وبتنادي الله براو ولا معاه تاني شيء. يقول لك بقول يا الله ويا رسول الله، لا لا الله ما بيرضى. خلي كلام الله سبحانه وتعالى الآن، كلام النبي ذاته صلى الله عليه وسلم، مش بتقول يا الله ويا رسول الله. أسمع رسول الله قال شنو صلى الله عليه وسلم؟ قال في الترمذي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. ويا ريت الناس يتعلم الكلمات دي، ست كلمات. شفت دي بتصحح عقيدة المسلم، عقيدة العبد. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله في سمعك ما تسمع الشيء اللي بغضب الله، في بصرك ما تعاين للشيء اللي بغضب الله، تسمع الشيء اللي برد الله، تعاين للشيء اللي برد الله. تحفظ الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره، اجتناب نواهيه، الوقوف عند حدوده، تبعد من الحرام، تعمل الشيء اللي برد الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تحفظ الله في الرخاء، أسي مروحة شغالة والجو ظريف والصحة تمام، بعدين لما وقت المرض الله بيحفظك، وقت الموت والنزع، النزع خروج الروح الله بيحفظك، وقت القبر والشبر براك وحيد ضعيف الله بيحفظك، في القيامة الله بيحفظك. يحفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، تسأل الله براء. وقال ما قال لي ابن عباس لو جيت تسأل قول يا الله أناديني أنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا. ولا قال لي نادي أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا، لا لا رضي الله عنهم جميعا في الشدائد. ولو جيت تسأل ولو داير خير تسأل الله سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة، شوف الكلام ده ما للأصنام، ده كلام للبشر ذاته. ما في ناس داير حصروا الشرك في الأصنام، الشرك ده ممكن يكون بالبشر ذاته، تشرك بالله ببشر. قال لي واعلم أن الأمة، الأمة فيها ناس كويسين ولا ما فيها ناس؟ الأمة مش فيها الصحابة كويسين، فيها الناس الصالحين، فيها الناس التمام. قال لك واعلم أن الأمة كلهم كلهم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، القلم يترفع والحبر الفيو، الصحف
الحبر جفة تاني ما بيتمسح. جبت قلم شيني كتبت به ولين لسه بتمسح وموج بيتمسح، لكن ده القلم جفة ذاته جفة. وجفة وين؟ في اللوحة المحفوظ. بيتمسح تاني؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، دي في صحف الملائكة. وعنده أم الكتاب، الفوق ذاك ما بيتمسح، الله قادر يمسحه لكن ما بيمسحه، لأنه قال وعنده أم الكتاب، ذاك ما بيتمسح، لكن عند الملائكة ذيل ما بيتكتب الآن بيتمسح، ولو اتكتب قبل فترة الله بيقدر يمسحه. فأنت أفهم المسألة دي كويس. الزول يا ناس، زي ما في دعاة للتوحيد في دعاة للشرك، عشان كيف نحذر من الشرك. أسي الليلة في قنوات، في إذاعات، في كتب، في صحف بينشروا فيها الشرك بالله تعالى وباسم الإسلام، باسم محبة الأولياء والصالحين. نحن ما قلنا ما في أولياء، ما قلنا ما في صالحين، لكن قلنا لك ما تغلو فيهم، ما تديهم حق الله سبحانه وتعالى. علم الغيب حق الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ديل دعاة الشرك قالوا لا لا، شيوخنا بيعلموا الغيب. قال بتروح له حاجة، امشي للشيخ، كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، ألفه عبد الرحيم البرعي، قال فيه قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، لحد ما قال منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. بتاع الختمية ذاك محمد عثمان المرغني عن شيوخه، بيتكلم عن شيوخه، قال أنا الجليس، عندهم كتاب اسمه النور البراق وكتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة، قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. زول قال أنا الغيب ده محيط به بالتفصيل وبالإجمال. والله قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليطلعكم على الغيب. داك بتاع طبقات والضيف الله، بتاع محمد والضيف الله، كتاب الطبقات صفحة 116، قال قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام. ده اللي بيخلينا نتكلم في الشرك، إنه هم ما سكتوا. زول يا أخي الشعب السوداني ده بيحب الدين، والله ده ظننا فيه، بيحبوا الدين وبيحبوا أهل الدين وناس كرمة وناس طيبين وفيهم خير، نحسبهم والله وحسيبهم. جو غشون دين باسم الدين، يجي زول دجال ساحر كذاب، يجيب له شوال من أقرب السوق، من أقرب سوق شوال بتاع خيش ولا سكر يخطه فاضي، يخش الخلا يجيب له حطبتين ثلاثة يخطين، قشتين ثلاثة يخطين، يجيب له موية بتاعت حبر يخطها، يجيب له لوح يكتب فيه آيات يحطها يسويها محاية يخطها، يجيب له ورقة ويجيب له جلد وخياطة يخط الورقة في الجلد يخيطها يخطها. لا عنده بسكويت، لا موية، لا عصير، لا أكل، لا شراب، لا ساعات، لا موبايلات، لا عنده تجارة إلا يبيع للناس الحطب والدجل ده. زول تلقاه عاتي، تلقاه معلق له حاجة قدر المرقة، قدر الطبلة الصغيرة في يده، قول له ده شنو؟ قول لك من العقرب. وتلقاه عاتي، انطقته العقرب ذاته ما بتسوي له شيء. واحد تلقاه نحيف عجوز في السن، تقول له ارفع عضلك، يرفع ما في شيء. يا حاج وين الحجاب؟ يقول لك يا زول نحن فوق بس، عقيدتنا فوق بس، الله براه. ده ما خير من ذاك. ده في كتاب الطبقات قال صفحة 116، قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام، كذب زي صغرى ووسطى وكبرى. قال فالصغرى أصغر أولياء، قال أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات. الوسطى قال أن يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون.
وهذا مقام دفع الله ولدي. قال دفع الله ولده بقول للشي كن فيكون. تمشي مسجد تقول للناس الكلام ده يقول لك يا مولانا ما لك وما للناس. هن ليه بيشيلوا حق الله؟ انا اغضب ليه الله اشالوا صفته بالكذب وما بيقدر يشيلوها؟ ولا اغضب ليهن هن اللي بيعتدوا عليه جناب الله سبحانه وتعالى؟ اغضب لمنه انا؟ ليه ما دافع عن ربي سبحانه وتعالى؟ ادافع عنهن؟ قال والكبرى القطبانية. وقال الشيخ بلل او قال الشيخ بلل ابن الشيب ولد الطالب قال شنو؟ اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم. والله الذي رفع السماء صفحة 116 قال وكان إذا كتب حجابا كتب فيه جميعه في الحجاب دفع الله. الحجاب كله دفع الله دفع الله دفع الله. ده يا ناس ده دين يدان لله تعالى به؟ كله كذب وافتراء. زول كتاب جزاك الله خير تتعوز، والله جزاك الله خير الزول يتعوز من الأشياء دي. كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، دي كتب بتنشر. لو الزول عمل الذنب بينه وبين ربه ده ما تجي في الجامع تتكلم فيه، ده مش ناس خبراء. لكن زول عمل الذنب ونشره بين الناس وقال له نعمله، أنا ما أجي أوجه الناس. هسي الليلة أنا لو شفت زول ما شايف، الله ابتلى في بصره أعمى ماشي على بير وأنا مربط ما بكورك له، ولا زول اقيف ما تقع في البير، انت ماشي هو لسه ماشي، يا زول اقيف وانا مربط، انا لو مفكوك بمسكه بجره، لو ضاربني بجره، لكن انا بعيد اقول له ما تمشي، يقول لي بمشي ما بكورك فيه. انا كونه اكورك فيه داير له الخير ولا الشر؟ داير له الخير. عشان كده احنا لما نكورك في بعض الناس خايفين لهم من البير ده، وده بير ما فيه مرقة، دي سمة لظى سقر الحطمة ما فيها مرقة يا ناس. كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، ألفوا إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، ده الصوفية. قال فيه صفحة 63 ل 65، والله أي زول يسمع الأبيات دي لسه يصير يبقى صوفي ولسه معاون ولسه مبايع شيوخ، ده والله ما فيه خير. قال فيه ملكت بلاد الله شرقا ومغربا. شفت بلد الله دي كلها انا مالكها. قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وان شئت افنيت الانام بلحظتي. وقالوا فانت القطب، قلت مشاهدا واتلو كتاب الله في كل لحظه وناظر ما في اللوح. الشيخ من الواطب عاين بيشوف اللوح المحفوظ. وناظر ما كذب، وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي. فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة. قال مريدي تمسك بي. انت لو زول دين بتقول للناس يتمسكوا بأنه بالله سبحانه وتعالى اذا صح التعبير، لكن ده قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. يوم القيامة بيحميك الله. قال إن يوم الفصل فصل فصل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. شوف قال أجمعين، لكن لما جاء في الحساب قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. تمشي للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال أبيات بعدها قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. القاني جنب الميزان هناك. والله سبحانه وتعالى قال فإذا جاءت الصاخة يوم شنو؟ يفر جري. شوف ده يوم القيامة ده الناس بتجري من بعض، انت تجد كيف جنب المريد وجنب الميزان، انت قايله ميزان بتاع حلاوة مولد بدعة، ميزان الله بيزن فيه الأعمال.
ده بقيف قال جنب الميزان عين له وين قيف؟ قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي. والله أنا آيات دي بتخوفني من جوا قلبي، لأنه يا ناس السي لو في مدفع أنا ما بجر من أمي أخليها تجري تخليها ما بتخليها، ولدك بتجر منه. لكن يوم القيامة قال لك من الهول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وصاحبته وبنيه، ليه بجر منه؟ قال لي كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه عن الآخر، ما بزول فاضل الثاني، أي زول همه خلاص نفسه. ده يوم القيامة يقف لك يا أخ جنب الصراط وجنب الميزان يغشك يا أخ يغشك، والله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تقول لي بنجيني؟ قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم عدد الرمل كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه. والله قال وما أوتيتم من العلم إلا شنو؟ قليلا. وأعلم زول في الأمة دي من مش الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله قال له وقل رب زدني علما، هذا قال لك وأعلم علم الله أحصي حروفه، حرف حرف قال حافظ وبحصيه، قال وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي. أزين جابوا البحر بتاع جندي ده ولا ده مش بحر جندي؟ إن جابوه هنا بيقدر يعد الموج ده بغرق فيه وكلل خش يعدوا يا ناس. في النهاية كذب على الناس دي كلهم، ما تزعل كذب عليهم. قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. تف في عيون النبي قال ده ما قال لي ندب. قال وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي، عصاتي أنا الأصلية قال جروها منا قال، وكنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي، ولا بكلمة تانية قال وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته أو أسكنته الفردوس أحسن جنتي، وكنت مع داود قال ولحد ما قال وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. في النهاية قال له نقول لكم أنا من أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي، وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة، ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، وقبلي قال ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرض أو بعد إلا بفرضي وسنتي. في النهاية قال لهم تعالوا قال لهم شنو؟ قالوا ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمته. والله قال لهم أنا كان من رسول ذاته الشغلة دي كان جحنم دي ذاته انتهيت من موضوعه انتهيت منه. والله ذاك الختم قال أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها
لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ده بتاع الختمية. كلام كله يا ناس خطر، كلام كله إساءة إلى دين الله تعالى. والناس ما بتغضب لله، بيغضبوا للبشر. أنا متأكد الليلة لو واحد بنى بيت مين الأساس؟ ليلة عرش وسوى ليلة أبواب وجاب أولاد ودارسكم في البيت ده، أنت الأرض اشتريتها حقتك ملك، وجبت البنا وبنيت البيت كله، وجبت أولادك سكنتهم في البيت، جاء واحد بكرة قلع اليافطة المكتوب فيها منزل فلان اللي هو بيتك أنت، خدت يافطة تانية كتب منزل فلان الفلاني، كتب اسمه وفتح الباب قال لأولادك امرقوا برا، وين ده بيتي بنيته أنا؟ ده أنت بتخليه السما دي البنام مش الله؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ده منو يا ناس؟ الله سبحانه وتعالى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. السما بناها الله سبحانه وتعالى، وده قال أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. وكلام كثير كلام كثير. ديل الشجر بقلبه بشر. مصطفى عركينة ده قال البرعي، قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم. سوى له قصة، قال شيخ اسمه تتا، قال زوجته قالت لي جيب لي خادم، مشى قال قطع له فاس وقطع جاب له فاس وقطع له وشال له توب، ومشى الخال الغابة قطع له غصن شجرة بقدر قامة الإنسان، خدت فوق لها التوب وتناول سبحته وقال، فأخذ يذكر الله بشدة فتحرك الثوب والتوب بقت تحته مرأ من عود قلبها مرأ، قال لا بخيتة بخيتة بخيتة. طولنا على الناس، أنا ما أقدر أطول أكثر من كذي، لكن ده من عود قلبها شنو؟ بخيتة. هو الله اللي بيخلق الزول سبحانه وتعالى، بيخلقوا أطوار، ما غالبوا يخلقوا عديل كذي زي ما خلق آدم، لكن بيخلقك أطوار، نطفة علقة مضغة إلى آخره، تكبر البطن تمرق تحبى تمش تمش وتقع، السنون تطلع تكبر تبقى شاب تمش. ده خلق من شجرة ولا من طين ولا من نطفة، من شجرة قلبها بخيتة، لا حبت لا جات سنين لا أي شيء. فالطوالي فر بقت ماردة، كلام كله شرك بالله. عشان كده شفت دعاة الشرك ديل تحذر منه، اي دجال جه في البلد تحذر، تقول يا جماعه ده شرك ابعدوا منه، الزول ده دجال، خلوا عقيدتكم في الله، اعتقدوا في الله كذي. عشان كذي الدعاه يدعون الى التوحيد في اسباب كثيره، لكن ذكرت منها اربعه اسباب كذي. هذا وصلى الله وسلم على نبينا. اخونا ده يا جماعه بيحتاج شنو؟ صوفيا. أيها الأخوان المسلمين، عندهم انحرافات، من ضمن انحرافات أنهم يلبسون الحق بالباطل. تلقى الأخ المسلم يقول لك نحن، تقول لي أنت منهجك شنو؟ يقول لك نحن جماعة سنية وطريقة سلفية وحقيقة صوفية وهيئة اقتصادية وشركة اقتصادية وهيئة سياسية إلى آخره، فبيلبس بين التصوف وما فيه من البدع وبين السلفية وما فيها من الحق، يلبس ذلك بالباطل. والكلام ده أمش مدخل جامعة مدرمان الإسلامية، أنا قريت فيها قبل 3 سنة أو 4 سنة، انتهينا من الجامعة لحد سنة 2012-2013 تلقى اليافطة بتاعتهم بتاعت حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين، تلقى فيها الكلمات اللي أنا ذكرتها الآن. بل حسن البنا نفسه يلبس الحق بالباطل، والمقولة المشهورة التي تنسب إليه فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. عشان كذا اثنين عندهم تلون، هؤلاء الناس لهم تلون، اجلس للزول المستقيم بيوش، امش لذاك بيوش، ولك نحن وعاءنا جامع بنجمع عيش. ثلاثة لا يتكلمون في التوحيد، بل هذه عامة دعوتهم، بل لا يتركون الدعاة إلى التوحيد، يحاربوا دعوة التوحيد بشدة
ويرون أن هذا ليس من الحكمة تبلغ دعوة التوحيد. ودي من الحكمة لأنه لقمان الحكيم قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخره. ثاني عندهم انحرافات كثيرة، الاحتفالات، الغنى، تجويز الاختلاط، غير وغير وغير أشياء كثيرة جدا وهي موجودة. ده غير قادتنا المنحرفين كسيد قطب وككلامه في موسى عليه السلام وطعنه في عثمان رضي الله عنه وكلامه في معاوية وفي غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء والرسل. النازل عندهم انحرافات كثيرة غير الطوام الأخرى التي أتوا بها، وهناك مصنفات كثيرة في الرد على جماعة الإخوان المسلمين إلى آخره، وواقع يشهد بضلالهم وانحرافهم. أما أذكار معينة هم بحسب في البلد دي بتلقاهم صوفية، أذكار وأذكار الصوفية منحرف. الزول ده الناس تقيف معاي. جزاكم الله جزا الله خير الجزاء الشيخ والشيوخ، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى يجعل هذه الزيارة الطيبة المباركة في سجل الحسنات.